أهلا بكم. يتخوف السودان من نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في إثيوبيا على خلفية نذر هذه الحرب بين الحكومة الاتحادية في أديس أبابا وإقليم التيغراي، لأن ثمة حدود ممتدة تربط البلدين تبدو السيطرة عليها أيام السلم شبه مستحيلة، وعليه فستكون هذه الحدود ملتهبة حال نشاط جبهة الحرب الآن بشكل أكثر خطورة، فحينها سيتدفق الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من اللاجئين الأثيوبيين إلى القضارف وكسلا والولايات الحدودية، بل إن الحدود المفتوحة بين البلدين ستضج بحركة المتمردين والسلاح. فإلى أي مدى تستعد الخرطوم لأسوأ الخيارات في جارتها الشرقية؟ وكيف سيتحرك السودان لنزع فتيل الأزمة بين إقليم التيغراي وأديس أبابا؟ أهلا بكم مشاهدينا. إذن الحرب في إثيوبيا مخاوف ملحة في السودان هو ملف دائرة الحدث لهذا اليوم على خلفية نشوب النزاع بين إقليم التيغراي وأديس أبابا القوات الإثيوبية. أهلا بكم، أسعد أن نناقش هذا الملف مع ضيوفي داخل الاستوديو الأستاذ محمد إدريس عمر الصحفي والإعلامي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك زميل أبي، وتحية للمشاهدين جميعا في هذا المساء جميل. أهلا بك، وأيضا أرحب بدكتور أحمد صباح الخير الخبير في الشؤون القرن الإفريقي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، وعبرك التحية لكل مشاهدي هذه القناة الفتية التي تهتم بالشأن السوداني والشأن الإفريقي في آن واحد. نعم، أهلا بك، ونبدأ معك دكتور بخلفية عن هذا الصراع وأبعاده الإثنية والجغرافية في إثيوبيا الآن. حقيقة هذا الصراع الذي اندلع الأربعاء الماضي هو صراع يعني كان له أسباب ومسببات. هذه الأسباب هي يعني أن قومية التيغراي كانت تنظر إلى مجيء أبي أحمد على قيادة الحكومة، كان عندها رأي في هذا الأمر. ثم بعد ذلك بعض الأشياء التي قام بها أبي أحمد، وهي يعني في نقاط محددة ممكن أن نوضحها. عندما جاء أبي أحمد هذا الأمر انتقل الحكم إلى قومية أخرى غير قومية التيغراي التي كانت تهيمن على البلاد في إثيوبيا من ناحية عسكرية ومن ناحية اقتصادية وفي كل شيء.
مجيء شخص آخر من قومية أخرى كان هذا واحد من الأسباب. أما أسباب الاندلاع الحقيقية لهذه المشكلة هو أنه بمجيء أبي أحمد كان هناك آراء من قبيلة التجراي في هذا المجيء، ثم بعد ذلك بعض الإصلاحات، أنه في العام 2018 قام أبي أحمد ببعض الإصلاحات، يعني من ضمنها أنه أبعد بعض القادة من التجراي الذين كانوا على رأس الأجهزة الأمنية. هذا كان يعني ظنت هذه قومية التجراي بأن أبي أحمد استهدفهم، ثم بعد ذلك حصلت المصالحة. أبي أحمد عمل مصالحة مع دولة إريتريا، ودولة إريتريا يعني قومية التجراي بتعتبر عدو لدود لها، حتى أنها قاتلت ضدها أكثر من 18 عام. ثم بعد ذلك السبب الذي قاد يعني إلى هذه الإشكالات في تقديري هو موضوع الانتخابات. كان مفترض أنه تنتهي ولاية أبي أحمد وتنتهي ولاية الحكومة وتأتي حكومة جديدة، وإقليم التجراي كان يريد أن يقيم انتخابات، فتعللت الحكومة بسبب جائحة كورونا. ثم بعد ذلك ما استبرت حكومة التجراي، طبعا معروف أنه في إثيوبيا كل شعب له يعني هو نظام فيدرالي متقدم، يعني الناس عندها حكومتها وعندها مجلس التشريع وعندها جيشها وعندها كل شيء، فهم أرادوا أن يقيموا انتخابات خاصة بإقليم التجراي. رفضت حكومة أبي أحمد هذا الإجراء، بل رفضت حتى بذهاب المشرفين على الانتخابات. هذا الأمر اعتبرته قومية التجراي استهداف حقيقي بالنسبة لها، وبالفعل قبل أن توافق الحكومة أقامت حكومة قومية التجراي انتخاباتها وأعلنت انتخاباتها. رفضت الحكومة هذا الإعلان، كان رد الفعل من حكومة التجراي أن أعلنت أنها لا تعترف بالحكومة المركزية، وبعد ذلك تم هجوم حقيقة على القاعدة الشمالية العسكرية للجيش الأثيوبي وهي في منطقة التجراي. هذا الأمر كان باعتبار أنه أو إذانا بالحرب، فأعلنت حكومة أديس أبابا الحرب على إقليم التجراي واعتبرت أنه إقليم متمرد. نعم حقيقة. نعم أشكرك على هذا التوضيح. وأستاذ محمد، بداية حتى أيضا نعي حجم هذه التعقيدات، نود أن نعرف مدى أو ثقل إثنية التجراي في إثيوبيا حتى نعرف قوتها على الأرض ومدى تعقيد الموقف. طبعا الموقف معقد جدا في ظل أوضاع معقدة. أولا إقليم التجراي طبيعته هو إقليم ممكن نقول عليه محاصر في نطاق ضيق، باعتبار أنه من الناحية الغربية يجاور السودان، وهنالك تركة في منطقة الفشقة وغيرها، باعتبار أنه هذا الإقليم معروف عنه أنه إقليم ذو نزعات توسعية على امتداد التاريخ، توسع ناحية القرب في اتجاه السودان في منطقة الفشقة، لدينا 1,000,000 فدان يتم زراعتها سنويا بواسطة مزارعين أثيوبيين، وفي كل عام يتجدد هذا النزاع. في المنطقة الشرقية يحادد الإقليم تيغراي دولة أريتريا، وهنالك ملف بادمي، منطقة بادمي الأريترية معروف، وزي ما الدكتور تكلم عن إنه مبادرة الصلح بين أريتريا وأثيوبيا كانت في هذا الملف، الذي بحسب المبادرة الجزائرية يفترض أن يتم تسليم الإقليم لأريتريا، ولكن عموما التوسع بالنسبة لإقليم التجراي قربا في السودان وشمالا تجاه أريتريا، وقربا في اتجاه شرقا باتجاه منطقة العفر ومنطقة الأمهر أيضا في الاتجاه الشمالي. توجد منطقة أيضا متنازع حولها بين التجراي والأمهرة في منطقة والغايد. كل هذا التداخل يشير إلى أنه الموضوع ليس موضوع انتخابات أو تصعيد محدود، ولكن هنالك ما يعني بحسب مراقبين تطلعات قديمة للتجراي بالسيطرة على مغاليد السلطة التي كانوا يتغلدونها من 89 وحتى 2000
19 بوصول 2018 بوصول أبي أحمد عقب الانتفاضة الشعبية طاحت بإجابة أبي أحمد. هم الآن يصارعون على ملك عضود أو مكاسب قديمة لمجموعة التجراي، وهشاشة التركيبة الإثنية والأخطاء الكبيرة الممكن يحسبوها بعض المراقبين في أنه وقع فيها أبي أحمد كلها أدت إلى النقطة التي وصلنا إليها الآن. تقصد أخطاء وقع فيها أبي أحمد فيما يتعلق بالتعامل مع تجراي نفسه؟ لهو عندما قام بتكوين تحالف الازدهار أحس التجراي بأنه هنالك مكاسب كبيرة فقدوها، باعتبار أنه مجيئه في حد نفسه كان نزع لمغاليد السلطة التي كان يضع عليها التجراي يدهم في الجيش وفي الشرطة وفي العمل الاقتصادي وكل مراكز التأثير داخل الدولة. أبي أحمد بعدما وصل إلى السلطة أحدث تغيير كبير داخل هذه التركيبة. هذه المجموعة الآن تتحرك لربما لاستعادة مكانها القديم. مكانها القديم. نعم دكتور محمد، دكتور أحمد، يعني من أين إذن وسط وجود عدة إثنيات في إثيوبيا تشكل المشهد الكامل، من أين يستمد التجري هذا النفوذ وهذه القوة والتي وصلت الآن إلى منازعة السلطة المركزية؟ هو حقيقة يعني التجري قديما هم اللي ورثوا الحكم من الأمهرة، والمعلوم تاريخيا عندنا أنه يوحنا أو يوهانس الذي قتلته جيوش المهدية كان هو من قومية التجري. وحقيقة التجري حرموا من الحكم حتى مجيء ميلي الزناوي الذي قاد الائتلاف المعروف من أربع كيانات التي طردت حكومة منغستو هايلي مريام واستولد على الحكم. فهذه استمر الحكم بعد ذلك منذ عهد ميلي الزناوي واستمر في الحكم حتى مجيء أبي أحمد. كل هؤلاء كانوا يمثلون هذه القومية، بجانب أن هذه القومية قومية التجرار هي القومية الثالثة في إثيوبيا من ناحية العدد، هي القومية الأكثر تعليما، هي القومية التي تمتلك النفوذ الاقتصادي. وحقيقة كونهم حرموا من الحكم اعتبروا أن ما يقوم به حكومة أبي أحمد في كل ما ذكر من تغيير للقيادات الأمنية، تكوين حزب الازدهار، وقومية التجرار هي واحدة من القوميات التي رفضت الموضوع الاندماج التعددي الذي كان يقوده أبي أحمد عبر حزب الازدهار. حزب الازدهار هو تكتل أراد به أبي أحمد أن يجتمع الناس حول الدولة وليس حول القومية والإثنيات. فهذا الأمر كانت قومية التجراي هي من أقوى القوميات التي رفضت هذا الأمر، بل هي يعني دائما تتبنى موضوع التعددية الإثنية وأن يكون كل إقليم لإثنية معينة. المعلوم أنه الإثنيات أو القوميات الموجودة في إثيوبيا أكثر من 83 إثنية، ولكن قسمت إثيوبيا إلى أقاليم محددة، أقاليم 9، ويزيد كل سنة تتقدم قومية وفق الدستور في أنها تنال حظها من الأقاليم مثل السيدام وغيرها. لذلك هذه القومية، قومية التجراي، هي قومية قوية من ناحية الاقتصاد، قومية من ناحية القيادات السياسية، قوية من ناحية القيادات العسكرية، لذلك هي الآن تتحدى السلطة القائمة في أديس أبابا. نعم، وفي المقابل هناك عدة قوميات أخرى في إثيوبيا والتجراي تأتي في المركز الثالث من حيث الثقل والقوة. السؤال، هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو ونشهد تجاذبات أخرى لقوميات أخرى تنازع السلطة المركزية ومزيد من التعقيد؟ طبعا إذا مضى الأمر في ما يلي التجراي إلى تحقيق أهداف التجراي ستذهب بقية الأقاليم في هذا الاتجاه نسبيا، لأنه يعني التجراي وضعهم بيختلف من باقي الأقاليم أو باقي القوميات، باعتبار أنه بقية القوميات لم يتسنى لها الفرصة في الحكم وفي السلطة وفي التمثيل إلا بعد التغيير الذي حدث في إثيوبيا مؤخرا عقب الانتفاضة.
الشعبية وعقب التغيير الذي نزع السلطة من مجموعة التجراي باعتبار أنه آخر رئيس مجلس الزيناوي وبعده الديسالين، هذه آخر حقبة للتجراي بالسلطة على المستوى السياسي، ولكن لديهم وجود حتى الآن. الآن تم تغيير كبير اليوم في قيادة الجيش وفي قيادة المخابرات ورئاسة الخارجية وغيره. هذه التغييرات مقصود بها أنه فيها قراية لما يحدث في المستقبل. هل هذه التغييرات يعني بمثابة تغيير في مفاصل الدولة المهمة ومواقع مهمة وحيوية جدا في قيادة الدولة؟ هل تأتي استجابة لهذه النزاعات على سبيل أنها تخفف من حدة التوتر، أم كيف ستكون تأثيرتها؟ نعم، هي هذه التغييرات تعطي مؤشرات لما يحدث في المستقبل على مستوى الأرض وطرائق إدارة الأزمة. ربما بهذه التغييرات أراد أبي أحمد رئيس الوزراء أن يؤمن على الأقل دائرته الخاصة بالذين لديهم ولاء ويمكن أن يكونوا من الأمهرة ومن التجراي كما لاحظنا. مقصود برضو بهذا التغيير أنه الإدارة الدبلوماسية والإدارة الأمنية للمرحلة القادمة، لأنه طبيعة الصراع سينتقل في المرحلة القادمة ربما إلى مواجهات. الآن المواجهات حدثت بالذات في المنطقة الجنوبية والغربية من الإقليم التجراي، كانت هنالك مناوشات أيضا في الجانب الشمالي المتاخم لأريتريا، ولكن هو من قبل الجيش الفيدرالي الأثيوبي، وفي هذا الاتجاه برضو من الجيش الفيدرالي الأثيوبي في مواجهات مع القوات التجراية الإقليمية. هذه المواجهات في الأسبوع الماضي كانت متقطعة وبين الفينة الأخرى تتكرر على مستوى جبهتين، ولكن عندما نتحدث عن تغيير في أركان الجيش وتغيير في جهاز المخابرات، هذا يعطي مؤشرات لأنه ربما الصراع في الفترة القادمة تكون له سيناريوهات جديدة، خصوصا وأنه أبي أحمد عزز بهذه التغييرات بمن لديهم خبرة ومن كانوا على سدة إقليم الأمهرة أو من كانوا داخل الجيش ولكنهم كانوا هم رجال أبي أحمد داخل المؤسسة العسكرية، الآن تم الدفع بهم إلى مقدمة الجيش. ده بيدينا مؤشرات لأنه ماذا سيحدث في المستقبل. حاكم إقليم تيغراي أخيرا طرح مبادرة أو طرح رؤية للتفاوض بحسب ما نتابع، أيضا أرسل الإقليم بيان أو طالب بنداءات وجهها للاتحاد الأفريقي بالتدخل أو بتعزيز دور لمبادرة في المستقبل من شأنها، لأنه الآن التجراي يتحدث عن استهداف بالطيران من القاعدة الجوية في أديس أبابا، يتحدث عن ضرب على أساس أو محاصرة للإقليم باعتبار الظروف اللي ذكرناها أنه هو الإقليم محاصر من قبل الجوار. دكتور أحمد، أيضا حتى ندخل في هذه المساحة في ملف الحلقة بصورة أكثر عمقا، أهمية وتأثير إقليم التجراي على السودان باعتباره من المناطق المتاخمة، وتأثير هذا الصراع على الولاية الحدودية في السودان. طبعا الحدود، الشريط الحدودي الذي يجمع ما بين السودان ودولة إثيوبيا هو حوالي 265 كيلومتر. تشكل أو تقطن قومية التجراي حوالي 210 أو 215 110 أو 115، والأمهرة 150 كيلومتر. يعني المساحة التي يعني يقطنها التجراي أو الاتحاد السودان مساحة كبيرة جدا. هذه المساحة بدون شك حيكون هناك آثار كبيرة جدا من هذه الحرب إذا مستمرت. وطبعا هذه الحرب هي مرحلة كسر عظم، الآن لن يقبل النظام الإثيوبي في أن ينتصر عليه التجراي، وهذا إذا انتصر يعني مزيد من التمردات من القوميات الأخرى. لذلك من أهم الآثار أنه هذا الشريط الحدودي بين الدولتين تنشط فيه عصابات كانت مشهورة معروفة بالشفتة. هذه العصابات تتسم بأنشطة غير شرعية، منها تجارة السلاح
ومنها الاتجار بالبشر والتهريب، وهذه ستخلق انفلات كبير جدا في هذه المنطقة. هذا أولا. ثانيا، قرب أماكن الحرب هذه من ولايتين مهمتين، هم ولاية القضارف وولاية كسلة، وهاتين الولايتين الأثر بتاعهم اقتصادي كبير. معروف أن القضارف هي سرة السودان، وهي يعني صومعة السودان، وفي هذا التاريخ بالذات هو موسم الحصاد للذرة وللسمسم والمحاصيل. فإذا ما اندلعت الحرب بدون شك حيكون في تأثير حتى بالنسبة للعمالة وحتى موضوع الحصاد. ثالثا، موضوع تدفقات اللاجئين. الآن المعروف أنه اللاجئين من قومية التجراي لا ملاذ لهم إلا السودان. ومعروف أن السودان الآن يأوي أكثر من 2 مليون. الآن الأمم المتحدة تتحدث عن تقديرات بنحو 9 ملايين لاجئ. الآن يعني الشيء المتوقع في المرحلة المقبلة أنه يحصل تدفق كبير جدا، وهذا الأمر سيدخل السودان في إشكالية حقيقية إذا ما وضعنا الأمر في أنه في تقاعس من الـ UNHCR اللي هي مندوب السامي لشؤون اللاجئين في أنها توفر حتى الطعام للاجئين الموجودين. فما بالك فيما يخص اللاجئين. فما بالك بلاجئين يتدفقوا بهذا العدد الضخم جدا. والأخطر من ذلك هو احتمال دخول مسلحين إلى من الحدود من التجراي إذا ما طردتهم السلطات، وتضطر الحكومة الإثيوبية في أن تطاردهم، وهذا يحصل اختلال لأنهم سيدخل إلى داخل السودان. هذا يحتاج أنه لا بد لنا أن يكون لنا وقفة. والأخطر من ذلك أختم بها أخيرا موضوع صد النهضة. إذا ما استهدف صد النهضة كرد فعل أو كذا سيكون الضرر كبير والأثر كبير. إذا حتى نقف على الأوضاع من الولايات الحدودية، ينضم إلينا الأستاذ عمار الضوء الصحفي. أستاذ عمار أهلا بك، وبداية ما هي الأوضاع حتى الآن في ولاية القضارف وكسلة والولايات الحدودية للجارة إثيوبيا؟ أستاذ عمار أرجو أن تستمع إلي مباشرة عبر الهاتف. شكرا لكم، التحية لضيفيك العزيزين داخل الاستديو. الأحداث الأخيرة التي اندلعت في المواجهات العسكرية في إغليم تيغراي، وكما تحدث الدكتور الخبير في شؤون الغنم الأفريقي، من حدود إغليم التيغراي نحو 110 كيلو، لكن نجد أن إغليم التيغراي أو حدود إغليم التيغراي مع ولاية القضارف من أكثر الأراضي الزراعية الخصبة في إنتاج محصول السمسم ومحصول الذرة وغيرها. والمؤسف أن هذا الوقت هو كما ذكر الدكتور وقت الحصاد، وقد كانت كميات الأمطار والإنتاجية عالية جدا، يتأهب الكثيرون لحصاد موسم وفير بالإنتاج المتوقع، لكن الاضطرابات الأمنية التي حدثت تركت مخاوف وسط المزارعين، مما دفع بالأجهزة العسكرية والأمنية لدى الدولة بنشر تعزيزات عسكرية كثيفة، وذلك من خلال الهجمات العسكرية التي تمت بعد سيطرة مقاتلي التيغراي على أكثر من 9 موقع في هذا الإقليم. هل هناك تعزيزات سودانية عسكرية الآن على الحدود، على الولايات الحدودية كسلة والقضارف بعد هذه الأزمة تحديدا؟ نعم، هناك تعزيزات عسكرية تمت من قبل قيادة الجيش نحو ولايتي القضارف وكسلة، وخلال 3 أيام الماضية كانت هناك تعزيزات عسكرية كثيفة، سبقتها أيضا الخطة العسكرية المتبعة من قبل لجنة أمن ولاية القضارف بنشر تعزيزات من قبل هيئة الجمارك لتأمين الحصاد. أكثر من 20 عربة دفع رباعي انتشرت في الشريط الحدودي نحو 265 كيلو لتأمين حصاد المحاصيل المختلفة، لكن الوضع والاضطرابات الأمنية تتطلب مزيد من الدعم اللوجستي والدعم الفني، وهذا الوضع يتطلب تدخل الدولة من قبل المركز، لأن المؤن الغذائية الموجودة لدى إغليم التيغراي ربما في ظل الاضطرابات الأمنية تنفذ هذه المؤن الغذائية، ولا معبر لإغليم التيغراي سوى حدود ولاية القضارف وحدود ولاية كسلة، وبالطبع سوف يفضي هذا الوضع إلى طلب اللجوء والحماية مثل ما تم بالأمس الأول حينما طلب بعض من الجيش الفيدرالي والجمارك الحماية من قبل الحكومة السودانية عبر معبر اللقضي للدخول إلى أراضي السودانية، فكانت قد رفضت لجنة أمن الولاية أو القوات المتمركزة في الحدود بعبور الأراضي السودانية عبر ولاية القضارف. هذا الوضع ينذر
بكارثة إنسانية وغذائية قادمة ربما يعني ينفجر الوضع، أيضا في ظل التخطيط السياسي والعسكري الذي تم من قبل رئيس أثيوبيا أبي أحمد بعد أن تم إغالة قائد الجيش وقائد المخابرات ووزير الخارجية. ربما أبي أحمد يخطط في إدارة الأزمة أو قراءاته في الناحية العسكرية والأمنية، وتغيير قيادة الجيش معروف والمخابرات ينذر بمعارك عسكرية قادمة. نعم. طالما هنالك تصعيد عسكري سياسي ربما يعني الحل يأتي عبر السلاح والقوة العسكرية، وهذا يتطلب مزيد من الاستعدادات. أيضا في ظل انتشار وباء الكورونا في أثيوبيا، هذا ينذر بتفشي الوباء علما بأن أثيوبيا من أكثر الدول التي تهتم بالكشف والعلاج لوباء الكورونا، ذلك من خلال معبرية اللوكد والقلابات بوجود الفحص. نعم. وربما يتأثر أيضا وبالحديث عن المعابر أستاذ عمار، نود أن نعقف على تفاصيل المعابر الحدودية. تحدثت السلطات الرسمية عن إغلاق المعابر مع دولة أثيوبيا، هل تم تنفيذ ذلك وكيف هي الحركة وطبيعة الأوضاع الآن في هذه المعابر؟ نعم، أصدرت حكومة ولاية كفلة عبر الوالي المكلف أمين عام الحكومة وحكومة ولاية القضارف ولجنة الأمن قرارا بإغلاق معبري اللقدي والقلابات ومعبر ولاية كفلة، وهذه الوضعية عقب انفصال القرار أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأثيوبية التي يعتمد عليها كل بعض الولايات في السودان وخاصة ولايتي القضارف وقتل، حيث قفز سعر جوار الفول من 18000 جنيه إلى 22000 جنيه، وقفز سعر رطل البن من 250 إلى 350 جنيه، وأيضا هنالك يعني حجام عن التبادل التجاري، حيث كانت أثيوبيا تستقبل عدد من البضائع عبر معبر القلابات واللوغدي مثل الزيوت والصابون والوقود. الوقود يذهب عبر أريتريا عبر التهريب بعد أن تم تحسن علاقات من قبل الرئيس أبي أحمد مع أريتريا، وهذه الوضعية هي ربما تنذر بارتفاع كبير في بعض المنتجات الأساسية والغذائية. يجب على الدولة أن تهتم إلى هذه الوضعية من ناحية اقتصادية ومن ناحية أمنية، وتفرد مساحة كبيرة للاهتمام المتعاظم في ظل الاضطرابات الأمنية وإحجام تجارة الحدود بين السودان وأثيوبيا وأثيوبيا وأريتريا عبر ولايتي كسلة والقضارف في ظل وجود شريط حدودي يمتد إلى 265 كيلو. أيضا تمت فلاحة أكثر من 9 مليون فدان لهذا الموسم، يتأهب المزارعون لحصاد في ظل إنتاجية عالية تطلب وجود العمالة الأثيوبية. يجب على الحكومة أن تتجه لإحداث بدائل عبر الحصاد عبر الآلة أو استجلاب عمالة لهذا الحصاد من إحدى الدول القادمة المجاورة مثل دولة جنوب السودان. أشكرك جزيلا أستاذ عمار الضوء الصحفي من ولاية القضارف، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة من دائرة الحدث، شكرا جزيلا لك. عد إليك دكتور أحمد، هل تكفي الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن الحكومة السودانية بإغلاق المعبر مع ولاية كسلة والحدود، أم أن هذا الوجود العسكري وهذا الإجراء الذي تم ليس بالكافي وحده؟ هو حقيقة الإجراء بتاع الاحتياط العسكري وأن الدولة تستدعي يعني قواتها فأنا تحمي الحدود، ده إجراء أولي باعتبار أن هذه الحدود تشهد اختراقات. نعم. وتشهد توترات في الوضع الطبيعي بدون شك، يعني 265 كيلومتر أفتكر ليست هي المساحة اللي ممكن يعني تعمل على كنترول، يعني هناك خروقات في الأوضاع الطبيعية بدون شك، وما بالك بالأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. أنا في تقديري يجب على حكومة السودان أن تتخذ إجراءات أكثر. هذه الإجراءات تتمثل في ماذا؟ لابد لحكومة السودان أن تتوسط، خاصة إذا ما علمنا أن السيد رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الدورة الحالية للإيجاد، والإيجاد أنشئت أصلا من أجل حل النزاعات بين الدول الإفريقية، ودولة إثيوبيا هي الدولة الرئيس في موضوع الإيجاد، فمن باب أولى أن السودان يسعى مع الآخرين، يعني مع الاتحاد الإفريقي مع الدول الصديقة، فأن تحل هذه المشكلة. هذا الأمر لا يمكن أن يحسم عسكريا. نعم يمكن أنه يعني يتم تدمير التجراي، ولكن الأثر على السودان أكبر. ففي تقديري يجب على السودان، وخاصة أن السودان له علاقات كبيرة وعلاقات قوية، وفي الغريب عاد رئيس مجلس السيادة من هناك وقبله رئيس مجلس الوزراء، أفتكر أن السودان مؤهل
يعني أكثر من غيره من الدول الأخرى في أن يتوسط في حل هذه المشكلة حل يعني يساعد الجميع في حفظ ما وجهه من باب مصلحة السودان. نعم من باب مصلحة السودان قبل مصلحة الآخرين. نعم أستاذ محمد إدريس، هل يعني كما يذهب البعض هناك تنسيق تم بين السودان وإثيوبيا باعتبار زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الأخيرة إلى أديس أبابا؟ يذهب البعض إلى أنها كانت في إطار التنسيق لهذه الخطوة التي ربما كان الجانب الإثيوبي على علم بها ويجري التنسيق لها. حتى الآن تعاطي الحكومة السودانية مع ما يجري في إثيوبيا ضعيف، يعني يتمثل في إجراء الاحترازات الأمنية على الحدود. يفترض إنه الحكومة تطرح مبادرة على الأقل على مستوى التكوينات اللي بتجمع إثيوبيا والسودان في المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأفريقي والإيجاد، ولكن بحسب متابعاتنا إذا طرحت أي مبادرة عبر هذه الأجسام ربما التجراي لديهم رأي في أنه مثل هذه المبادرات تقف مع الحكومة الفيدرالية والمركزية، وبالتالي ربما يتم رفض هذه أيضا معدلة. الشيء الآخر، ربما تقف الحكومة أو تجد نفسها مضطرة إلى أن تكون في الحياد بين الطرفين، وهذا الحياد للأسف في هذه الحالة بيكون حياد سلبي. ولكن أنا أفتكر أنه أيضا كثير من أوراق هذا الصراع أو أوراق اللعبة في هذه المنطقة ليست بيد الحكومة الانتقالية، ولكن أتوقع أن يتقدم السودان بمبادرة على الأقل حتى لا يتحمل تبعات هذه الحرب. كما ذكر في أنه السودان يتميز بأكبر شريط حدودي، تتأثر منطقة الزراعة الآلية في القضارف، تتأثر حركته التجارية، في حين أنه الشريط الحدودي في الأوضاع العادية كان بيشهد تهريب وجرائم وغيره، فما بالك الآن يمكن أن تكون هذه المنطقة معبر للسلاح، خصوصا أنه في مخاوف وفي أحاديث رائجة في أنه توجد أيادي خارجية ربما تعزز منطقة إقليم تيغراي في ما يمكن أن يكون إنه في مواجهات عسكرية وتصاعد للمواجهة بين الحكومة المركزية وبين الإقليم المضطرب. نعم دكتور أحمد، في نقطة التنسيق تحديدا بين السودان وإثيوبيا، التنسيق على المستوى الرسمي سيحسب على أنه تنسيق ضد التيغراي، هل يمكن أن يكون ذلك حياداً أم أنه سيعقد من موقف السودان مع التعاطي مع هذه التعقيدات في إثيوبيا؟ وكيف يمكن أن يكون للسودان تدخلاً بطريقة يعني حيادية كافية دون أن تخل بالتعقيدات الموجودة أصلاً؟ والشيء اللي بيحصل الآن في إثيوبيا حرمة بين التيغراي والحكومة الإثيوبية، هذا شأن داخلي يخص الدولة الإثيوبية، ولكن تحرك السودان الهدف منه في أنه يتقي شرور هذا الشيء. السودان الآن كما ذكرت هو البلد المؤهل أكثر في أنه يتدخل ويقود مبادرة يتبناها الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة، لأن الجميع الآن يستنكر ما يحصل الآن. هذا الأمر الذي يحصل الآن في إثيوبيا ما بين الجيش الفيدرالي بكل ما عنده وبين إقليم محدد وإقليم التيغراي بدون شك النتيجة بتاعته كارثية. حتى أعتقد أن السودان إذا كان هناك توجه ما كما تذكر تأخر حتى الآن؟ نعم أنا في تقديري حتى الآن هناك تأخير كبير، يعني أنا كنت أتوقع وهذا ذكره الخبراء، كان متوقع منذ اندلاع الأزمة منذ الأربعاء كان يمكن السودان أن يتدخل بصورة أقوى ويتبنى مبادرات أفضل، لأنه هو المتضرر الأول مما يحدث في إقليم التيغراي. نعم السؤال الذي يعني بدأ به أيضا أستاذ محمد، توقيت هذه الأزمة يشير إلى عدة تقاطعات، ويذهب المحللون إلى عدة تقاطعات تتعلق بصد النهضة، تتعلق بخطة القرن الإفريقي ووضع القرن الإفريقي الآن. كيف يمكن الربط بين هذه الأحداث المختلفة أم أنه شأن داخلي خالص لم يتم استغلاله من أي جهة كانت؟ نعم أنا لما قلت شأن داخلي أقصد بذلك يعني الآن إذا أي دولة أخرى مثل السودان تدخلت لو تدخل بالحكمة والصلح بين الناس، لكن بدون شك الذي يحدث الآن هناك جهات ومخاورات تنفخ
في هذه النار. يعني هذا الأمر ما كان يمكن أن نصل إلى هذا الحد لولا دخول لاعبين آخرين ليس معلومين لدينا حتى الآن، ولكن بدون شك هنالك من يتدخل في الشأن الإثيوبي ويستقل الظروف الإثيوبية. هذه الدولة التي فيها هذه التعددية من الشعوب المتجرزمة والشعوب التي تتوق إلى الاستقلال وإلى الاستقلالية، هنالك من يساعد هذه الشعوب وسيظهر ذلك في الغريب العاجل. نعم أستاذ محمد، أثمر تحشد قواتها على الحدود الآن في سبيل أيضا الإجراءات العسكرية الطبيعية لأي دولة مجاورة لدولة تشهد نزاعات، لكن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه أثمر في هذا الصراع وكيف سينظر إليها الطرفان؟ نعم طبعا، هو ما يحدث من ما يمكن أن يحدث من السودان أو من أريتريا أو من دول الجوار الأفريقي تجاه أثيوبيا هو من باب درء الآثار المترتبة على 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 هذه البلدان من الصراع الدائر. لكن أريتريا لديها تعقيدات أخرى. أريتريا الآن عادت علاقاتها مع أثيوبيا بعد الزيارات المتبادلة بين أبي أحمد والرئيس سياس أفورغي ورئيس الوزراء أبي أحمد. الوضع الآن يمكن أن نقول بأنه العلاقات متميزة وصلت لمرحلة متقدمة بين الجانبين، ولكن هذا ربما لا يروق للتيغراي باعتبار أنه هنالك ترسبات وهنالك في الماضي ما فيه من مرارات بين الجانبين، خصوصا أنه منطقة بادمي المتنازع حولها بين أثيوبيا وبين أريتريا في وقت سابق عندما جاء أبي أحمد جعل هذه المنطقة منطقة للتواصل وتجاوز هذا الملف الذي كان ملغوما في السابق. بالتالي العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا يمكن أن نقول في أحسن حالاتها. يمكن أن تسهم أيضا أريتريا في طرح مبادرة للجمع بين الطرفين، ولكن كما تحدثت في بداية الحلقة في أنه موضوع التيغراي معقد جدا في نظرته للدولة المركزية وما يطرح منها من مبادرات أو ما يمكن أن تطرحه هذه الدول، باعتبار أنه التنسيق بين هذه الدول مع بعضها جيد، ولكن الإقليم له وضعيته الخاصة، وباعتبار أيضا الإقليم الآن يتحرك في مساحات شبه دولة باعتبار إعلانه للاستغلال وإنه ستكون أرض التيغراي مغبرة للغزاة وغيره، وهو يتحدث عن الجيش الفيدرالي المركزي لدولة أثيوبيا. نحن الآن في مرحلة صعبة من مراحل الصراع داخل هذا الإقليم، ولكن أيضا هذا لا يعني إنه أبواب الحوار والتفاوض بين الطرفين موصدة أو وصلت إلى نقطة لا عودة. يمكن أن يسهم الفاعلين في المجتمع الدولي، خصوصا وإنه أبي أحمد عنده وجود وحاز على جائزة نوبل وعنده قبول في المجتمع الدولي، يمكن عبر علاقاته يسهم المجتمع الدولي في تجنيب أثيوبيا شبح التشرذم اليوغوسلافي كما يقال، في أنه تحولت دولة وتفككت إلى أقاليم. نحن نخشى من هذا السيناريو في منطقة أثيوبيا. نعم دكتور أحمد صباح الخير، هل ما ناله أبي أحمد وما قام به من جهود مختلفة لتوحيد أثيوبيا كان هشا إلى هذه الدرجة؟ بدون شك كان هو يعني كأنما هو زر الرماد على العيون. حقيقة هناك مشاكل عويصة لم يتمكن أبي أحمد من حلها، خاصة بين القوميات الأثيوبية المتناحرة. أبي أحمد ينتمي إثنيا إلى قبيلة هي كبرى في إثيوبيا، ولكن عندها مشاكل عندها مرارات. كان يظن أن مجيء أبي أحمد بعد أن يعني استقال ديسالين هو لإرضاء هذه القومية الكبرى التي تعتبر أن أديس أبابا منطقتها، ولكن هنالك مشاكل مع قوميات الأمهرة، هنالك مشاكل لأبي أحمد مع التيغراي، بل هنالك مشاكل حتى مع القبائل الجنوبية الموجودة وحتى بني شنغول وقمز وغيرها. هنالك إشكالات حقيقية لم يسارع أبي أحمد لحلها، بل كأنما هو سعى لنيل هذه الجائزة ونال بالصلح مع إريتريا. وحتى موضوع إريتريا عندما يعني تم الاتفاق والصلح في أن تسلم هذه المنطقة منطقة باديمي، حتى الآن يعني السلام لم يتحقق حقيقة، لأن الجيش
لم ينسحب من هذه المنطقة وما زالت تحت سيطرة التيغراي. إذن أبي أحمد لم يعالج الأمور من جذورها، ولذلك الآن ترتد عليه هذه الهجمة مرة أخرى من القوميات، وربما تخرج بعد غد قومية أخرى أو قوميات أخرى. الآن خرجت قومية السدامو تطالب بحكم ذاتي، خرجت قومية الولاليتا يعني أيضا تطلب حكم ذاتي، وغيرها من هذه القوميات. أنا في تقديري هذا الأمر أبي أحمد لم يعالجه المعالجة الصحيحة، ولذلك كانت هذه النتائج منها التيغراي وسيعقبه قوميات أخرى. نعم، وأود أن أسألك أيضا في نقطة تدخل السودان، سواء كان عن طريق الوساطة والدبلوماسية أو كان عن طريق إحكام الحدود والإغلاق بين السودان وإثيوبيا، هل سيعتبر ذلك إلى حد ما تواطؤا ضد التيغراي بين الخرطوم وأديس أبابا؟ هو التيغراي الآن يعني كما سمعنا من دبرة صامون كأنما تحدث قبل يوم بأن الحكومة السودانية لم تتدخل بصورة حقيقية لحل هذه الإشكالية، لأنه تحدث عن الاتصال الذي جرى ما بين رئيس الوزراء وأبي أحمد كأنما هو يطمئن على تحرك الجيش. حقيقة هنالك يعني توجسات كثيرة من هذا الأمر. الآن الشعب التيغراي أو حكومة إقليم التيغراي التي الآن اعتبرت عند النظام الإثيوبي هي قومية متمردة، هي الآن بعد أن رأت يعني قصف الطيران والذي ضربه ربما يدمر، هم الآن يسعوا إلى من ينتشلهم من هذا الأمر، وافتكر أن السودان هو مؤهل حتى أكثر من إريتريا، لأنه موضوع إريتريا بالنسبة للتيغراي موضوع يعني معقدة ولا يقبل منهم أي رأي في على الأقل في هذا الظرف. نعم، هل تعتقد أن أبي أحمد أستاذ محمد سيذهب نحو المواجهة العسكرية أكثر أم أنه في انتظار الحوار والتفاوض لنزع فتيل هذه الأزمة؟ إذا ذهب في هذا الخيار سيكون خيار غير جيد، باعتبار أنه موضوع الأمني أو العسكري هذا لن يجعل نصل لحلول في هذا الإقليم، خصوصا وأنه أيضا التيغراي عندهم تجربة طويلة في الحرب، وزي ما تحدثنا في أنه موجودين في المؤسسة الأمنية والعسكرية لأثيوبيا والفترة طويلة، وباعتبار الفرصة التي سنحت لهم من 89 لحد دي. لكن بحسابات الواقع من باب توازن القوى، هل نعم. ستستطيع الصمود في وجه النظام والدولة نفسها والسلطة المركزية؟ لن تستطيع الصمود، يعني هي ذاتها مسألة معقدة جدا. الإغليم لن يستطيع الصمود باعتبار أنه إغليم ضيق ومحاصر، وستنفذ المؤن وستنفذ كل الوسائل اللي بتمكنه من المواجهة، وهو برضه بالنسبة للحكومة الفيدرالية إقليم معقد، الوصول إليه صعب، منطقة بتاع مرتفعات، سيضطر النظام في أديس أبابا إلى الغصف بالطيران، وهذا خطر كبير على المنطقة وعلى الإقليم. فالمطلوب طريق ثالث بين الطريقين. نعم، هذه الصفات المختلفة في إقليم التيغراي هل هي كانت محفزا لأي تدخلات أجنبية لوضع أجندة خارجية في إثيوبيا؟ بدون شك هنالك يعني أجهزة مخابرات يعني لا يعجبها الحال في إثيوبيا ولا الحال في السودان، أو كل الدول تعمل يعني في تأليب هذه المجموعات والقوميات، وتجد أذن ساقية في كل الأحوال من خاصة الطامحين في السلطة والذين يعني يتباكون على السلطة التي ضاعت. بدون شك عندما يجد السلاح ويجد كذا يقود هذا التمرد، وأنا في تقديري هذا الأمر الذي يحصل الآن في إثيوبيا هو مؤشر خطير ربما يحصل يعني في عدد من القوميات الأخرى، وهذا سيجر المنطقة القرن الإفريقي عموما وليس إثيوبيا فقط، كل الجيران سيتأثر تأثير كبير. الآن منطقة مقلي يعني حتى أنا أقول أيضا في هذا الموضوع، منطقة مقلي وهي رئاسة إقليم التيغراي تم قصفها والأمس بالطائرات، كما ذكر الأخ الزميل المحترم أن هذه المنطقة منطقة جبلية وحتى التحرك العسكري فيها، لكن هذه قوة دولة فيدرالية تستخدمها، يعني هي الآن ضربت داخل العمق أو داخل العاصمة مقلي، وأنا في تقديري هذا الأمر إذا استمر ربما يبيد هذا الإقليم وستكون الأضرار كبيرة على المنطقة وعلى إثيوبيا. لكن بما أنه هناك تدخل الآن بالطائرات وما إلى ذلك، كيف تنظر المنظمات الدولية والإقليمية لهذه الأزمة؟ وكيف ستقيم تدخلات الحكومة نفسها تجاه المتمردين من ناحية حقوقية ومن ناحية القوانين الدولية؟ أنا حقيقة يعني الأمين العام للأمم المتحدة
هو أبدأ يعني غلقوا على هذا الأمر. وكذلك اليونيسيف المنظمات الأممية كل الأجهزة على الأمم المتحدة أبدأ غلق لما يحصل خاصة في تأثر الأطفال والنساء والضعفاء مما يجري. وفي الأيام الماضية كان العالم كله منشغل بالسباق الرئاسي في البيت الأبيض، لكن أظن بعد أن يعني خلاص الأمور حسمت الآن ربما يلتفت الآن هؤلاء إلى ما يحدث في إثيوبيا. بدون شك يعني لن يحمي رئيس إثيوبيا أنه نال جائزة نوبل للسلام في أنه يعني هناك شعب يباد. أنا أتوقع في غضون الأيام المقبلة سيكون هناك تدخل الاتحاد الإفريقي، سيكون هناك تدخل حتى الأمم المتحدة في هذا الشأن، وربما تتعرض إثيوبيا لعقوبات إذا ما استمرت في هذا الأمر. لا يمكن لك أن تبيد هؤلاء الناس وفق حقوق الإنسان لأنهم فقط يعني رفضوا قرارك أو أمرك، لا بد من أن تسمع لهم. أنا في تقديري غطت الانتخابات الأمريكية على الأحداث في الأيام الماضية، لكن الآن سيعود الجميع إن شاء الله إلى رشدهم، وربما يعني يتم عقد اجتماع لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لمناقشة هذا الموضوع. نعم أستاذ محمد، بالنظر إلى التدخلات السابقة والنزاعات السابقة في إثيوبيا سواء كانت بالنسبة للتيغراي أو غيرها من الإثنيات، ماذا تتوقع؟ هل سيتم احتواء لهذه الأزمة أم أن الأمور تسير نحو التصعيد والمواجهة العسكرية المعقدة أكثر فأكثر؟ نعم، بالنسبة للذي يحدث أنا متوقع أنه وأخشى من هذا التوقع أنه يتحول إلى حقيقة، تتصاعد المواجهات بخصوصا وأنه الحكومة المركزية بتتحدث عن أنه هذا تمرد وخروج عن طوع وإرادة الدولة الفيدرالية، وأيضا تتحدث قيادة إقليم التيغراي في أنه هي ستمضي في خياراتها باعتبار أنها لا تعترف بشرعية أبي أحمد، وأغامت انتخابات وأغامت تغرير مصير وغيره. فالطرفين الآن في منطقة صعبة جدا، مطلوب تحريك مبادرات لاحتواء هذا الأمر، الوضع خطير جدا. الآن نحن بنتحدث في أنه كان في ضرب على مستوى عاصمة الإقليم مكالي، وفي الآن استعدادات على طول الشريط في كل الحدود المتاخمة إذا كان مع عفر أو مع إقليم أمهرة، كل هذه الاستعدادات على تنتظر ربما إشارة للاقتحام. وأيضا داخل الإقليم هنالك احترازات وهنالك اتجاه بصد أي هجوم متوقع أو محتمل من الجبهات الثلاثة المختلفة أو الاثنين للإقليم. ده كله بدينا مؤشرات في أنه الوضع ربما ينزلق إلى حرب أهلية، خصوصا وأنه أصلا التركيبة الإثنية داخل إثيوبيا هي السبب المباشر في هذا الصراع. بيتكلموا الناس عن أنه في دراسات في جامعة أديس أبابا بيتكلم عن أنه نسبة 82% من الناس بيقولوا أنه يا أخي التركيبة الإثنية هي الأزمة في إدارة الدولة، باعتبار أنه هذه مسألة تغرير المصير لكل الأقاليم، مسألة وجود جيوش، وجود قنوات تلفزيونية لأي إقليم وإعلام منفصل وخلافه، كلها هي أصلا عبارة عن دويلات. ربما الآن أبي أحمد بما يطرحه من مشروع الائتلاف والازدهار الذي يضم كل القوميات، ربما فشلوا في تحقيق هذا الوحدة الوطنية، ربما هو السبب في الانفجار الذي حدث الآن بإقليم التيغراي. ولكن أنا بعتبر أنه باقي الأقاليم ربما النزاعات الانفصالية فيها ما زي إقليم التيغراي، باعتبار أنه إقليم التيغراي أصلا عنده تاريخ طويل مع هذا الصراع. نعم، في أقل من دقيقة دكتور أحمد، هل تتوقع أن يتم الجلوس والتفاوض حول هذه الأزمة أم أن الأمور ستسير نحو التصعيد؟ أنا أتوقع في غضون الأيام المقبلة أنه يتم تهدئة في هذا الأمر، لأنه أبي أحمد أراد أن يعني يؤدب هذا الإقليم بسرعة قبل أن يلتفت إليه الآخرين. أنا أتوقع في غضون الأيام المقبلة أنه يصل الناس إلى جلوس مع بعض وتحل هذه الإشكالية إذا كان من الاتحاد الأفريقي أو من الأمم المتحدة. لا يمكن المجتمع الدولي أن يسمح
بإبادة لإقليم أو لقومية مهما كانت الظروف. نعم، شكرك جزيلا دكتور أحمد صباح الخير، خبير في الشؤون القرن الإفريقي، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. وأيضا نشكر أستاذ محمد إدريس عمر الصحفي والمهتم بقضايا الصراعات، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ولم يتبقى لي ختاما مشاهدينا إلا أن نشكركم أيضا على حسن المتابعة، تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.